لماذا يفضل بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟ يعيش في المدن الكبيرة مثل طوكيو ونيويورك والقاهرة ملايين الناس، ويواجه سكان المدن الكبيرة مشكلات كبيرة مثل التلوث والجريمة والازدحام. وبالرغم من هذه المشكلات، يفضل كثير من الناس الحياة في المدن الكبيرة لأن فيها المصانع والشركات والجامعات والمكاتب والأسواق والمستشفيات وأماكن الترويح. يزداد سكان المدن كل يوم لأن سكان الريف يهاجرون إليها للعمل في المصانع والشركات، ويتركون العمل في الزراعة والرعي، فتزداد مشكلات المدن. وقد أدركت بعض الدول هذه المشكلة، مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة، فبنت مصانع كثيرة في الريف، فرجع كثير من الناس للعمل في الريف والحياة فيه. في القرن التاسع عشر الميلادي كان يسكن في المدن نحو 2.5% من سكان العالم، ثم وصلت النسبة إلى نحو 40% سنة 1980، ووصلت إلى 50% سنة 2000، وبلغ عدد سكان العالم في سنة 2000 6 مليارات. يعيش أكثر من مليار منهم في مدن في دول العالم الثالث، وسيبلغ سكان العالم أكثر من 8 مليار شخص سنة 2025، وسيصل سكان العالم الثالث منهم إلى 4 مليارات شخص.